ما هو تفسير سماع الآذان في المنام؟ الآذان في المنام يدل على الحج في أشهر الحج، وربما دل على النميمة والإعلام بما يثير الحركة والانتقال والتجهيز للحرب، وربما دل الآذان على السرقة، وقد يدل الآذان على علو الدرجة والمنصب والرفعة والكلمة المسموعة والزوجة للأعزب، وربما دل الآذان على الأخبار الصحيحة، فإن أذن إلى غير القبلة أو أذن بغير العربية أو كان مع ذلك أسود الوجه، ربما أخبر بالكذب والنميمة، وربما دل ذلك على البدع والخوارج في ذلك البلد، والمؤذن هو الداعي إلى الخير والسمسار أو العاقد للأنكحة أو رسول الملك أو حاجبه أو المنادي في الجيش. فإن أذن أذانا تاما وكان ذلك في أشهر الحج، ربما دل ذلك على الحج. فإن أذنت المرأة في المنام في مأذنة الجامع ظهر في البلد بدعة عظيمة، وإن أذن الصبيان الصغار استولى الجهال أو الخوارج على الملك، خصوصا إن كان الآذان في غير الوقت. ومن رأى أنه يؤذن على منارة وكان أهلا للولاية نال ولاية بقدر ما بلغ صوته وانتهى إليه، وإن لم يكن أهلا للولاية كثرت أعداؤه ونال رياسة عليهم، وإن كان تاجرا ربح في تجارته، وقد يدل الآذان على الدعاء والبر والطاعات وفعل الخير، ويدل الآذان على الأمن والنجاة من كيد الشيطان. ومن رأى أنه يؤذن في بئر، فإن كان في بلاد الكفر دعا الناس إلى منهاج الدين، وإن كان في بلاد المسلمين فإنه جاسوس، وربما كان صاحب بدعة يدعو الناس إليها. ومن رأى أنه يؤذن فإن كان من أهل الديانة فإنه يأمر بالمعروف، وإن كان فاسقا ضرب. ومن رأى أنه يؤذن ولا يجيبه أحد فإنه من قوم ظلمة. ومن رأى أنه يؤذن على سطح جاره فإنه يخونه في امرأته، ومن رأى أنه يؤذن فوق سطح الكعبة فإنه مبتدع أو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى أنه يؤذن مضطجعا فإن امرأته تستغيب الناس وتؤذيهم بلسانها وإن كان عازبا تزوج، ومن رأى أنه يؤذن في سوقه فهو جاسوس اللصوص. من رأى أنه يؤذن على باب السلطان فإنه يشهد شهادة حق، والآذان في الأزقة والأسواق يدل على حياة طيبة. وقيل من رأى أنه يؤذن في قافلة فإنه يتهم في سرقة، والآذان أيضا يدل على مفارقة الشريك. ومن رأى أنه يؤذن في مكان خراب عمر وكثر الناس فيه، ومن رأى أنه يؤذن في الحمام، فإنه يحم بحمى، والآذان أو رفع الصوت بذكر الله تعالى دال على التقرب من الأكابر، خصوصا إن كان بصوت مليح وأنصت الناس له. وأما إن بدل الآذان أو كان يلعب فيه أو في ذكر الله تعالى أو هو مكشوف العورة دل على استهتار رديء ونكد. ومن رأى أنه يؤذن على قوم مجتمعين فإنه يدعو أقواما إلى حق وهم ظالمون، وربما دل الآذان على التفقه في الدين، وقد يكون الآذان دعاء إلى أمر من قبل السلطان. ومن رأى أنه يؤذن ولا يحفظ التكبير والتهليل فإنه يشمت بعدوه، ومن رأى أنه يؤذن في السماء وقد أجابه الناس فإنه رجل يدعو الناس إلى خير فيجيبونه، وربما حج كل من استجاب. ومن رأى أنه أذن مرة أو مرتين وأقام وصلى صلاة فريضة رزق حجا وعمرا. ومن رأى كأنه يؤذن على تل أصاب ولاية من رجل أعجمي، وإن لم يكن للولاية أهلا فإنه يصيب تجارة رابحة أو حرفة عزيزة. فإن رأى أنه نقص من الآذان أو زاد فيه أو غير ألفاظه فإنه يظلم الناس بقدر الزيادة والنقصان. ومن رأى كأنه يؤذن على حائط فإنه يدعو رجالا إلى الصلح، وإن أذن فوق بيت فإنه يموت أهله. ومن رأى صبيا يؤذن فإنه براءة لوالديه من كذب وبهتان. ومن رأى كأنه يؤذن في سبيل اللهو واللعب سلب عقله. ومن سمع آذانا في السوق فإن موت رجل من أهل السوق. ومن أذن في مزبلة فإنه يدعو أحمق إلى الصلح ولا يقبل منه.